جاء في حديث الافتراق أنه صلى الله عليه وسلم توعد الفرق المخالفة بأنها في النار، هل يعني ذلك أنهم وقعوا في الكفر ويخلدون بذلك؟ معنى ذلك والله أعلم أنهم في النار وهم على درجات، منهم من هو في النار لكفره، ومنهم من هو في النار لبدعته دون كفره، ومنهم من هو في النار لمعصيته. نعم.